بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. Today we are going to explain lecture number 9. اليوم حنحكوا على type and size of gun. Gun size that can be safety run is usually employed to achieve maximum performance. يعني شنو هو الغرض من استخدام الجن خلال عملية البرفوريشن؟ to achieve maximum performance للوصول الى اقصى اداء. هنا طبعا عندي جدول مش مطلوب الامتحان اللي هو يوريك مثلا التيوبنج سايز وعندي الماكسيمم جن سايز عباره عن this is why just for your attention. نجول انواع، انا اجيك سؤال يقول لك شنو انواع الجن. عندي اربع انواع اللي هو ريتريفبل هالو كارير جن. ديما لما يكون عندك زي ما حكينا من قبل عندك عده انواع، ما هي الأنواع وما هو الفرق بيناتهم؟ What are the types of gun and what are the differences between them? Number one, retrievable hollow carrier gun. هذا كنا consists يتكون of steel tube من أنبوبة حديد which the explosive shaped charge is secured. إن الشحنة متفجرة قاعدة داخل منه. The gun tube is sealed against hydrostatic pressure. زي ما شفنا إحنا الرسمة اللي هو شنو؟ الشحنة قاعدة وقاعدة داخل الأنبوب هذا، والأنبوبة هذه تحفظه من الهيدروستاتيك براشر حتى لما يصير التفجير ما يكونش في تأثير دي الهيدروستاتيك براشر. نفس هذا الصورة الحقيقية تكون هذا التيوب وقاعدة فيها نجي النوع الثاني اللي هو نان ريتريفبل، غير قابل للاسترجاع أور اكسبندبل جان. يعني ممكن يكون الاسم non-retrievable gun والله expendable gun. هذا كنا consist of individual pressure sealed cases. The case made from aluminium, ceramic, glasses or cast iron. يعني هو يتكون من أجزاء مفصولة على بعضها ويصنع عادة من الألومنيوم ولا السيراميك ولا glasses ولا cast iron. الشحنة متفجرة موجودة في كل the explosive charge present in each case. في كل كيس في شحنة متفجرة. When explosive, the cases will be placed into small pieces. لما يصير تفجير حتبدأ تتوزع إلى قطع صغيرة. There is no carrier for explosive shaped charge, so case debris remain in the well. هذا هو الفرق الأساسي. النوع الأول التريبول إن الديبرز أو المخلفات نقدر نطلعها، لكن في النوع الثاني case debris remain تبقى وين في هذا. زي هنا ما فيش تيوب، ما فيش حاجة، هذا معرض على طول لما يصير تفجير زي ما شفنا في الرسمة أو سلايد نمبر 7 المخلفات تبدأ وين تبقى في البيت. نجول النوع الثالث اللي هو البايبوت كان. في ميزة كان باس during small diameter اللي هو 45 ملي by using large charge. When the gun is on desired depth لما نزل عند العمق اللي نبيه the charges are rotated 90 درجة and then fired. نفس في الرسمة هذه نزلوا بعدين بطريقة بتحكموا فيه من السيرفس يطلع الشحنات المتفجرة، ولما توصل عند 90 درجة عند المكان اللي نبوا ندير له عملية برفوريشن ندير عملية الفايرنج. النوع الثالث اللي هو أو الرابع آسف اللي هو tubing convoyed gun اللي هو tubing الناقل للجن. لو شفنا الصورة احنا هنا هذا عبارة عن باكر، عبارة عن firing head، آخر حاجة اللي هو casing gun. لكن شو اللي منزله أو شو اللي الناقل بتاع الكيسنج gun اللي هو tubing. Okay, consists of large casing gun attached to the end of tubing string. يوصل إلى نهاية tubing string. The gun is usually fired mechanically or by sufficient high differential pressure or by wire line. بهنا الطرق الثلاثة اللي تعمل على التفجير بطريقة ميكانيكية ولا بالsufficient high differential pressure أو بير الwire line.